السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال باذن الله. من قناتي قناه لميا 360 غادي نوجدوا واحد الحلوه زوينه، حلوه راقيه بمقادير اقتصاديه، مقادير سهله بسيطه. غادي نخرجوا زوج الاشكال، وحده ديال الغريبه بالشكل اللي معروف ديال الغريبه، والحلوه الثانيه بشكل ديال ريشبوند اللي هي غتجي تقريبا بحالها بمقادير كيف ما سبق ليا وذكرت، مقادير سهله، طريقه سهله. انا متاكده ملي غتشوفوا هذا الفيديو غادي تعتمدوها ان شاء الله في الاعياد المقبله وفي المناسبات، لانها سهله باش تصايبوها. بقاو معايا باش تشوفوا طريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله. كيف ما كتشوفوا غادي نحتاجوا تقريبا 100 غرام ديال السكر الثقيل، 100 غرام ديال اللوز محمر، كاس ونص ديال الزبده اللي هي دايبه، غادي نحتاجوا كاس الزيت، وتقريبا بين 400 حتى 450 ديال الدقيق على حسب الجوده ديال الدقيق وعلى حسب الزبده والجوده ديال الزيت. غادي نحتاجوا زوج المعالق باش نسمو هاد الحلوه، زوج المعالق ديال الماء الزهر. بالنسبه للوز غادي نستعملو انا كيف ما عودتكم، غادي نشريو اللوز اللي محمر مقاد. كاين الناس اللي في كندا عارفين بان من الاحسن تشريو الحاجه مصايبه موجوده مقاده، ما ديروش شي مجهود. الثمن ديال اللوز محمر واللوز العادي ما كاينش فرق كبير. وهنا كيف ما كتشوفوا باش نسهل عليا الخدمه غادي نستعمل العجانه، غندير فيها غنبدا باللوز بالزبده والزيت، وغادي نبدا بسكر ثقيل اللي سبق ليا وغربلته اولا نخلته حتى نخليهم يتخلطوا مزيان. عاد من بعد غادي نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه. المهم هو السكر ثقيل خاصو يتخدم مزيان حتى ما يبقاش فيه هذوك الحبيبات ديالو، عاد باش يمكن لينا نبداو نضيفو في الدقيق. هنا كيف ما كتشوفوا المقادير كاملين تمزجوا مع بعضياتهم، غادي نبداو نضيفوا في الدقيق بشويه بشويه. ما نساوش قبيصه ديال الملح ضروري ديروها مع الدقيق. صافي هنا تقريبا انا عندي 450 غرام، ولكن راه ما غنديرهاش كامله، تقريبا 400 غرام ديال الدقيق اللي انا احتاجيت في هاد على حسب هاد المكونات اللي اولا السوائل اللي درت. وكيف ما كتشوفوا هذا هو القوام اللي خاص يكون عليه العجينه ديالنا، ولا خاص تكون عليه العجينه ديالنا، كتكون بحال هكذا مرمله. كنعجنوها مزيان بيدينا، حنا كنعجنو هي كتطلق ديك الزويته ديالها. صافي غادي نبقاو بحال هكذا حتى نجمعوا العجينه ونحصلوا على واحد العجينه اللي متماسكه مع بعضياتها، عاد من بعد غادي نبداو نخدموا.
العجينه ديالنا صبحات جاهزه باش نبداو نديرو الكويرات. كيف ما كتشوفوا غادي نبدا ندير كويرات صغيورين، حاولوا ديروهم صغار حيت من بعد غادي نغطسوهم في الشوكولاتة وغادي ندوزوهم في الكوك، غادي الحجم ديالهم يكبر شويه، وعاد الفران حتى الفران راه كيزيدوا شويه يكبروا، ماشي بزاف حيت ما فيهاش ما فيهاش خميره ولكن كيتزادوا. داكشي علاش قد ما درتوها صغيوره كتجي هكا زوينه وكتجي الشكل ديالها رائع وكتجي حلوه. هنا كيف ما كتشوفوا بعد ما كملنا الكويرات ديالنا كاملين تقريبا نصف الخليط كما سبق ليا وذكرت، غادي ندوزو نستفوهم في الطاوله اللي غادي تدخل الفران اللي مسخن على درجه الحراره 180 درجه. غادي نخليهم شويه يتحمروا، ما غاديش نحمروهم بزاف، وتقدروا تحطوا وحده 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 حيت ما فيهاش الخميره ما غاديش يضاعف الحجم ديالها بزاف. وهنا نصف الكميه اللي بقى لينا ديال العجينه غادي ندوزو نضيفو عليها تقريبا ساشي وحده ديال الخميره ديال الحلوى اولا الخميره الكيميائيه، وغادي نعجنوها مزيان صافي، وغندوزو باش نشكلو كويرات المره الثانيه بنفس القد ديال الكويرات الاولى، وغتشوفوا كيفاش غادي نديرو طريقه التزيين ديال الشكل الثاني. هنا بالنسبه للشكل الثاني غندوزو الطريقه ديال التزيين، عندكم كامل الاختيار، كل واحد يقدر يستعمل الطريقه اللي بغى. انا هنا غادي نفندهم اولا ندوزهم في السكر الثقيل، من بعد غادي ندير فيهم لوزه في الوسط غير باش ندير لو غابيل بانهم صايبه باللوز. تقدروا تستعملوا الفول السوداني، تقدروا تستعملوا اي حاجه للتزيين، رقائق اللوز اللي بغيتو، اولا تخليوها فحال هكذا غير تفندوها في السكر الثقيل وصافي تخليوها، من بعد ملي غتدخل الفران راه هي غادي تشقق. كيف ما سبق ليا وذكرت لكم كامل الاختيار في الطريقه ديال التزيين ديال هذا الشكل. المهم انا اختاريت هنايا السكر الثقيل واختاريت كيف ما كتشوفوا اللوزه، هنا كناخذها بين يديها حيت عارفين اللوزه ملي كتوركوا عليها كتشقق لينا الحلوه مزيان مزيان، حنا هذا الشيء اللي باغي لان الحلوه في جميع الحالات غادي تشقق. صافي هكا كندير لها لوزه الوسط، كنبقى بنفس الطريقه دغيا دغيا كتوجد، من بعد غادي ندخلها الفران مسخن على درجه الحراره ديال 180 درجه صافي، وغتشوفوا معايا الشكل النهائي ديال الشكلين بزوج بيهم. وصافي هالشكل ديالنا الاول وجد، كيف ما شفتوا كيتزاد الحجم ديالها واحد شويه، وفي نفس الوقت ما كتشققش بحال الحلوه الثانيه، علاش؟ لان ما فيهاش الخميره من طبيعه الحال. صافي وعرفتي هذه كتجي رائعه، كتجي مرمله، كتجي زوينه زوينه بزاف. هنا غادي ندوزو للتزيين، بالنسبه للتزيين غادي نستعمل الشوكولات الاسود وغادي نستعمل الكوك. المهم انا هنايا استعملت الشوكولات والكوك، علاش؟ لان بغيت ندير على شكل طريش بوند بطريقه اللي هي طريقه جديده ماشي الطريقه المعتمده بلا لوز، هذه باللوز. صافي هكا كندوزوها في الشوكولات دايب، كنسقطروها مزيان باش هاد الكوك يمشي معنا باش ما يتوسخش هكا بالشوكولات. صافي كنحطها، كناخد فرشيطه اخرى ولا كنقدر نستعمل غير يديا، كندوزها مزيان في الكوك صافي، وكنبقى نفس الطريقه، كنكمل بنفس الطريقه حتى نكمل جميع الحلوه اللي thank you.
هالحليوة ديالنا وجدات كيف ما كتشوفوا كتجي رائعة، كتجي راقية، كتجي زوينة بزاف. اللي جميل في هاد الحلوة قد ما كتقدام قد ما غاما كتزيد زيان، كتزيد ترمل وكتزيد تبنان، كتجي رائعة صدقوني، كتجي زوينة زوينة بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا. كنتمنى تبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم وديروا لايك وديروا اشتراك وما تنسونيش من التعاليق. نخليكم على خير حتى الفيديو الماجي ان شاء الله.